شيئا فشيئا تحكم الحكومة العراقية قبضتها المالية على عملية الصرف داخل اللجنة الأولمبية. القرار رقم 60 والذي يجيز الصرف بتواجد لجنة ثلاثية من وزارة الشباب وديوان الرقابة المالية واللجنة الأولمبية، حيث أوقفت الثلاثية رواتب أعضاء المكتب التنفيذي وتم إيقاف جميع المنح والسلف مع ضرورة الإسراع بتقديم كشف كامل عن الأرصدة في جميع البنوك الأهلية والحكومية وفتح حساب جديد في مصرف الرافدين والرشيد يدار من قبل اللجنة الثلاثية. القرار كانت فيه أوامر إدارية زادت من صرامة الإجراءات فيما يتعلق بأوامر التعيينات واللجان المالية وإصدار كتب الإفادات الداخلية والخارجية، ناهيك عن ضرورة الإسراع بالعودة إلى مقر الأولمبية السابق وترك المقر الحالي في منطقة الجادرية. إجراءات قوية نتمنى ألا تسهم في تعطيل الرياضة العراقية أو تؤثر على عمل الألعاب الرياضية بمختلف الفئات والمشاركات. من بغداد للاعب 12 زيد السراج.